انه في هناك زي ما حضرتك ذكرت تقريبا حوالي 19 لجنه باكثر من 123 موضوع وملف رئيسي ويمكن عشان احنا كنا بنتكلم مع الدكتور سمير فقفز بالتاكيد لذهني موضوع ملف المحليات كحزب بقى الاصلاح والنهضه بتشوفوا ملف المحليات من أي زاويه واولوياته ايه لا طبعا ملف اي حد بيتكلم على على تنميه سياسيه هو لازم المحضن الاساسي او التصور الاساسي لممارسه السياسه بشكل صحيح هو بيبدا من محلية. اللي هي فيها بيحصل تدريب للكوادر سواء ان انت بالنسبه لك اللي هتنتقل للبرلمان او الناس اللي بتشتغل في الخدمات في الواقع بتحتك بالجماهير ان معظم المشاكل اللي بيقابلها الشعب المصري هي احتكاكات مع مع الادارات المحليه صحيح أصل. وهو ده اللي ما يعرفش الحكومه الا من خلال الادارات المحليه فوجود يعني نظام رقابي او وجود كوادر محليه عارفه تتعامل مع الخدمات وعارفه تتعامل مع المؤسسات ده شديد الاهميه. الحاجه الثانيه اللي احنا شايفينها ان تاخر كتير جدا يعني ان احنا كان المفروض المحلات دي تبدا من زمان عشان تعرف تحصل على برلمان جيد بيمارس التشريع بشكل صحيح لان لو في مجالس محليه الخدمات والاشياء المطالبه بها الدوله من خلال الادارات المحليه كانت هتتحل في المحليات. من زمان احنا بنطالب باللامركزيه لان يعني انت بالنسبه لك الدوله المركزيه عليها اعباء كتيرة جدا فيما يتعلق بملف الدفاع، ملف الامن، الملف الخارجي فانت بالنسبه لك في مساحات ممكن التحرك فيها على مستوى كل محافظه. لو كل محافظه طبقنا اللامركزيه بشكل بشكل جيد وبقى في مساحات للاستثمار في المحليات هنحل كثير من مشاكل المحليات. في مشاكل في المحليات تتعلق بالتقسيم الإداري للدولة وشكل الأقاليم اللي هي تستطيع إن هي تكون كاملة وشاملة وتستطيع إن هي بنفسها تعتمد على نفسها فتصور المحليات ده تصور لشكل دولة تصور لشكل ممارسة سياسية، تصور لشكل خدمات وهي موجودة في الدستور وكان المفروض من عشر سنين يكون عندنا انتخابات محلية نفرز بيها الكوادر اللي تستطيع تتعامل مع هذه الملفات. فاحنا شايفين ان احنا بالنسبة لنا كحزب من, من الامور المرتكزات الخمسة الاساسية في الحزب هي المحليات. يعني أنت مثلا لو شفت في في فرنسا أساس الشغل مدرسة الإدارة في فرنسا وأساس الشغل أصلا طبع. هو هو المحليات. بتخرج الكادر السياسي من المحليات ان هو بالنسبه له بيبقى قائد طبيعي موجود في منطقته محتك بالجماهير حلقه الوصل ما بينها وبين الحكومه حلقه الوصل ما بينها وبين البرلمان معظم القاده المحلي اللي موجودين في المحليات لهم ارتباط بالاعضاء في البرلمان فبيشكل هرم سياسي جيد فانا شايف أنه هو موضوع المحليات من لازم يعني يناقش وبشكل سريع القانون بتاعه ان هو يطبق وان هو يزلله العقبات اللي هي مرتبطه بمشاكل الانتخابات لان هو المحليات مش بتطبق ليه لان انت عندك وخمسين الف كادر لازم ان هو بالنسبه له هيدخلوا انتخابات آه. فطبعا معقده جدا وعلى مستوى المحافظات كلها في وقت واحد ونوعيه الاشراف فهي محتاجه آآ آآ تفكير خارج خارج الصندوق ازاي هنعمل الانتخابات المحليه في ظل العدد دي وفي أي وفي ظروف وبأي طريقه لان انت برضو يعني انت تقدر تامن البرلمان لما انت عارف ان احنا في معركه كبرى مع ارهاب وجماعه وجماعه ارهابيه واوضاع معينه لازم نفكر كويس في القانون في اقرار قضيه اللامركزيه ونشوف طريقه تتعامل بيها الانتخابات وبحيث ان احنا نحقق الاثنين الجزء الامني اللي احنا خايفين منه في نفس الوقت تقام المحليه اظن كمان ان احنا محتاجين انه نسال هل الاحزاب بصرف النظر عن انتماءاتها هل هي جاهزه بهذه الاعداد من الكوادر اصل ده معناه ان كل حزب عايز له بالميت كده 27000 كادر تقريبا اللي هم نص عدد المقاعد او الكوادر اللي مطلوبه فهفترض ان كل حزب لازم يكون جاهز عنده تقريبا 27 ألف كادر قادر على ممارسة هذا العمل المضني والصعب وشديد الدقة ده احتكاك مع المواطن ومشاكله